سخونة الأحداث في غزة تنعكس دون شك سخونة على العديد من دول العالم، تركيا أحدها. اليوم وفي جل الولايات التركية كان هناك دعوات للتظاهر عقب صلاة الجمعة تضامناً مع القطاع. التظاهرات جاءت احتجاجاً على استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على غزة، وعنونوا تظاهراتهم بعنوان أعظم عيد سيكون تحرير القدس. المصلون وفي كل المساجد دعوا لغزة ولنصرة أهلها وإهلاك الصائل الإسرائيلي، وبعد الصلاة تجمعوا في ساحات المساجد وقاموا بصلاة الغائب على أرواح الشهداء في القطاع. ما تفعله إسرائيل ليس بالجديد، فجريمتها مستمرة منذ عقود، فالحصار مفروض على الأطفال والأبرياء، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. إسرائيل تحاول جاهدة لشرعنة جريمتها وسط صمت دولي مخزن. düşürülmüş olan milyonlarca Filistinli kardeşimiz. Gazze'de yapılan katliamı protesto etmek için buradayız. نصلي الجنازة على الشهداء في غزة. العيد له حرمة، لكن إسرائيل لا تراعي أي حرمة. السلاح الشعبي حتى الآن هو المقاطعة، ولا بد من البحث عن خطوات أخرى ترغم إسرائيل على وقف جريمتها. تظاهرات اليوم شهدت مشاركة كبيرة من مختلف فئات المجتمع التركي. التظاهرات والضغط الشعبي ضد استمرار القصف الإسرائيلي دفع تركيا مؤخرا لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إسرائيل، واليوم التظاهرات دعت إلى مزيد من تلك الإجراءات ونددت بالتخاذل الدولي تجاه وقف الجريمة الإسرائيلية، وطالبوا بالمقاطعة الشاملة لإسرائيل واتخاذ خطوات ناجعة في ردع العدوان. ورفعت العديد من اللوحات والشعارات أبرزها أوقف قتل الأطفال، وأخرى اعتبرت أمريكا وشركائها وشركاء إسرائيل جميعا شركاء في الجريمة. ويبقى السؤال، هل ستنجح مثل هذه التظاهرات في إنصاف أهالي القطاع ووقف العدوان اتجاههم؟ لقناة الغد علي تباب، اسطنبول.